إن إبليس لعنه الله وهو عدو الله، هذا له القدرة أن يوسوس في صدور الناس والناس لا يشعرون به، لكن يشعرون بالوسوسة. فجأة الإنسان يشعر بأنه يرغب رغبة شديدة إلى ارتكاب محرم أو إلى ترك واجب، هذا نتيجة وسوسة إبليس وهو عدو الله، وهو يعلم بما يدور في قلب الإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطاه الوسيلة لكي يعلم حتى يكون امتحان للخلق. زين، إذا عدو الله الذي لعنه الله يمكن أن تكون له هذه القدرة بأن يطلع بما في الصدور ويوسوس فيها، هل يستكثر على ولي الله خليفة الله في الأرض أن يطلع بما في القلوب؟ يعني الله سبحانه وتعالى يطلعه على ما في القلوب وأن يمكنه من أن يلقي الهداية في قلوب الناس؟ ليس بالأمر المستغرب من قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، فهو غائب لكن التكوين هو واسطة فيه والتشريع هو واسطة فيه، ولا محذورة في ذلك بعد قيام الأدلة.